اما بقى بالنسبه لنادي الزمالك، طيب نبتدي منين ولا منين؟ طبعا نادي الزمالك معانا طبعا يا جماعه تدريبات نادي الزمالك النهارده ننفرد بيها كالعاده. خلاص اجواء الزمالك، مباراه افريقيا بتسيطر على الفريق، فريق مركز بشكل كبير جدا جدا جدا. زي ما قلت لكم قبل كده وقلت لكم امبارح ان المعسكرات اللي زي دي او الاجواء اللي زي دي بتبقى فرصه لاي لعيب عايز يجدد، بيتم الجلوس معاه ويتكلم معاه. كان في جلسه مع ابو جبل، كان في جلسه مع ابو جبل من اجل التجديد لنادي الزمالك، وبالفعل ابو جبل موافق ان هو يجدد مع نادي الزمالك. دي مفاجاه كبيره جدا، كل الناس بتتكلم دلوقتي على عرض النصر السعودي. تاني نادي الزمالك قعد مع ابو جبل وفي جلسه اخرى مع رئيس النادي المستشار مرتضى بعد الرجوع ان شاء الله الى مصر، ويبقى الاتفاق على المقابل المادي. المفاجاه بقى في هذه الجلسات هي ايه؟ المفاجاه ان ابو جبل لديه الرغبه في استكمال مشواره مع نادي الزمالك. ابو جبل عنده رغبه كبيره جدا في استكمال مشواره مع نادي الزمالك. لا عايزين